الجنين فات بالاسبوع العشرين هلا ونموه طبيعي ما شاء الله. ايه كل شي طبيعي كتير. هاي دقات قلبه دق 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 ما شاء الله ما شاء الله. مع انه صغير بس مبين انه صبي. قلتي لي صبي؟ ايه يتربى بدلالكم مصطفى. صافن بصورة ابنه مصطفى. رح يصير عندك ولد ابني. ما انبسطت؟ بلا انبسطت. معقولة ما انبسط؟ المهم الخلقة التامة. صبي ولا بنت ما بتفرق. الله يقومك بالسلامة بنتي ويتمم لك على خير إن شاء الله. مصطفى رح يصير عنا ولد؟ فكرتوا شو رح تسموه؟ يعني إذا كان بنت أو صبي شو رح تسموه؟ لا لسه ما فكرنا بالموضوع. ما بيصير لازم تبلشوا تختاروا له شي اسم من هلا. إيه شو حلو صغير كتير. مصطفى تعال شوف شو حلو كتير حلو ما شاء الله. هذا ابني طالع لي أنا بس طالع مستعجل كتير ما بده يصبر لي كمل 9 شهور اجى على بكير ما له صبر. شايفين ابني حبيبي. شو رح تسموه؟ نسميه؟ ايه ما بعرف ما فكرت بهالشي. ميسر خلينا نسميه محمد على اسم ابي شو رأيك؟ لا نسميه مراد. امرت اخي الله يسامحك ما انت عارفاني انه بدنا نسمي ابننا مراد يعني بتعرفي هذا الحكي من زمان. حبيبتي تجوزوا بالاول وبعدين بتحكوا على اسم الولد. ما لي علاقه رح سميه مراد خلصنا. ألو معلمي عثمان رشدان هون. شو قلت؟ ايه وشو جابه هاد؟ ما بعرف بس ليكو فات على العيادة. الشغلة واضحة مبين انه عم يلحقوا لمصطفى. ما بعرف معلمي لمحته بالصدفة. خليك عم تراقبه اوعك يغيب عن عيونك. قلت لي فات على العيادة؟ ايه هلا فات. شو مصطفى؟ شو الأخبار؟ ست زاهدة كيفك؟ منيحة إن شاء الله ما فيكن حدا مريض؟ جينا لفحص الحمل. آه حلو. اجيت لزور واحد رفيقي مرته عم تولد هون. اجيت لحتى بارك له. ايه مبروك. تسلم حبيب. هاجر ماما انتو سبوني لحقكم. انت عم تراقبني؟ ما صح لي احكي معك لحالنا لهيك لحقتك لهون. وشو بدك؟ قال كنت عم تلحقني لما هجم علي لمعي بالنفق. رشاد رشدان هو اللي بعتك لتراقبني ما هيك؟ هالحكي مو صحيح. يعني انت مانك جزء من الخطه اللي رسمها رشاد رشدان لينقذ ابنه. ما كلفك بهالمهمه؟ ليك عثمان ما حدا كلفني باي شيء فهمت؟ هل عني بقى؟ مصطفى مصطفى انت لشو بدك تصل اه؟ لتكون مؤامرة جديدة من بيت رشدان. ليك لا تراوغ ولا رشاد رشدان شو عرض عليك لحتى تتخلص مني وتزيحني من طريقه؟ شكله الضرب اللي اكلته اثر عليك. صاير ما عم تفهم. انا ما رح بيعك حكي ورح اعطيك اللي بدك اياه فورا. جوازات السفر فيك تاخذهم وتروح هلا. انا خاطرت كثير بحياتي لقدرت احصل عليهم منشان جيب لك اياهم مصطفى. احكي لي على اللي بدي اياه وخذ هدول وروح. مصطفى يلا لحظة. ل
ليك أنا المشاكل اللي عندي بتكفيني. لا تحاولوا تورطوني معكم بمشاكل كمان، ولا تحاولوا تستغلوني لأنه رقبتي بين إيديكم، ويا ريت تحلوا مشاكلكم بعيد عني لأنكم ما رح تقدروا تورطوني من جديد. مصطفى شوفي شو بده منك. بده يرجع لي جوازات السفر بس ما أخذتهم منه. الغبي ما بيعرف إني طالعت واحد جديد. وليش لي رجع لك جوازات السفر هلا؟ شو بده من هالشي؟ اطلعي على السيارة هلا. حتى لهون لاحقك إني شو بده منك هالواطي؟ شغلة تافهة. الله يجيرنا، بعد عنه ما وراء غير المشاكل. وصل سلامي لرشاد رجدان، أوكي؟ مثل ما بتعرف في عروض مغرية من برات البلد. عم ندرس كيف بدنا نبلش نستقر برا، وهلأ اتصلنا بكذا شركة. بالوقت الحالي شركتكم إلى أولوية طبعاً عنا، لهيك لا تأكل هم، لأنه لاحظنا إصراركم الصريح. بس نحن كمان مصرين على تنفيذ كل شروطنا. عفواً بعتذر منك بس لازم رد. خود راحتك. ألو؟ لا إيه فهمت عليك. هلأ أنا عندي اجتماع مهم، أنت خليك بالبيت بس أرجع منقعد مع بعض. طيب ماشي خلص بشوفك إن شاء الله. مو صاير شيء؟ ما في شيء. لا شغلة تافة كتير. شو حكينا؟ شروطنا صارت واضحة.